تصبر. تعالوا يا جماعة، هاي سؤال 8. إذا كان خارج قسمة كثير الحدود ق، خارج، هاي سؤال 8، خارج قسمة كثير الحدود ق على س ناقص 3، على س ناقص 3 يساوي س تربيع ناقص 6 س زائد 9، وكان الباقي سالب 1، والباقي سالب 1. اكتب قاعدة ق، اكتب قاعدة ق اللي هو كثير الحدود ايش؟ كثير الحدود ق. احنا اخذنا قاعدة المرة اللي فاتت، فاكرينها ولا لا؟ مش فاكرينها. ايش هي قاعدة ق يا جماعة؟ قاعدة ق خارج القسمة يساوي خارج القسمة زائد على المقام. احسنت، خارج القسمة زائد الباقي على المقام. المفروض المقام يا جماعة اللي هو المقسوم عليه، المقسوم عليه. إذا قاعدة ق اللي هو المفروض المقسوم عليه ايش يساوي؟ خارج القسمة زائد الباقي على المقسوم عليه، خارج القسمة زائد الباقي على المقسوم عليه. إذا ق يساوي وين خارج القسمة؟ خارج قسمة ق على س ناقص 3 يساوي يعني خارج القسمة هذا خارج القسمة س تربيع ناقص 6 س زائد 9 زائد الباقي سالب 1، سالب 1 على المقصود عليه س ناقص 3. طب هيك نعرف نجيب قاعدة ق؟ تقدروا تطلعوا قاعدة ق هيك؟ ايش بدها هاي؟ توحيد أجزاء. هاي بدها توحيد رقمات، هاي بدها ايش؟ توحيد رقمات. طبعا هذا كلياته يعتبر على كم؟ واحد، يعتبر على واحد. طيب كيف اوحد المقامات؟ كيف اوحد س ناقص 3؟ بضرب هاي هيك س ناقص 3 وهون طبعا بايش؟ س ناقص 3. يطلع عندك الان قاعدة ق، صليتوا على النبي يا جماعة. شو صار المقام؟ س ناقص 3. اضرب يلا. أول شيء بنضرب السين. سين سين تربيع سين تربيع سين بسالب 6 سين سالب 6 سين تربيع سين بتسعة تسعة سين تسعة سين. خلينا نضرب هسا سالب سالب 3، سالب 3 بسين تربيع سالب 3 سين تربيع، سالب 3 بسالب 6 سالب 18 سالب 18 سين، سالب 3 بموجب 9 سالب 27، سالب 27 هون زائد سالب 1 زائد سالب 1. جمع الحدود المتشابهة، جمع الحدود المتشابهة. س تكعيب في زيها؟ لا. س تكعيب عندي سالب 6 س تربيع، في سالب 3 س تربيع، سالب 9 س تربيع. طب في عندي هون موجب 9 س وزائد 18 س، 9 و 18 27 س، سالب 27 سالب 28 سالب 28 على س ناقص 3، على س ناقص 3 وهي قاعدة ايش؟ قاعدة ق س. هاي قاعدة مفهومة يا جماعة. أهم شيء إذا نسيت صابوط مش منتبه يا أستاذ، انسان صابوط صابوط الحصة هاي شو جايبك علمي يا أستاذ؟ والله تفاجأت اليوم هاي المقصود شو مذكرني يعني جدا؟ أدبه كثير عليك يا رجل.